هبوبة، خطف هبوبة، ثلاث نقاط غالية بيجيبها بوبا. بوبا 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 بيسجل هدف يعني مش ممكن في توقيت قاتل، في توقيت قاتل الدقيقة الأخيرة. خلاص بنستعد، بنلملم أوراقنا وكل الجماهير استعدت للخروج للانصراف، لكن جرس الانصراف لسه لم يدق بعد. عصام عبد الفتاح لسه بيقول لسه فيها دقيقة، وبوبا بيقول لسه فيها هدف كمان في الدقيقة، بيرفع رصيده إلى 5 أهداف، هدف في بتروجيت، هدف في المقاولين، هدف في الشرطة، هدف في نادي الزمالك. إذا ده الهدف الخامس لنادي لبوبا مع نادي اتحاد الشرطة، وبقى هو الهداف منفردا. كان مع احمد بيدار 4 اهداف، مش ممكن في وسط الزحمه هنا التركيز بنقول مش ممكن. المباراه خطفت، المباراه سرقت فعلا من نادي الجونه، ولكن سرقت منصور بوبا، داخل منصور بوبا، منصور بوبا، والهدف الثالث والهدف الرابع، رباعيه نظيفه لاتحاد الشرطه، الهدف السابع لمنصور بوبا هذا الموسم. منصور بوبا يضع الشرطه في المقدمه للمره الرابعه. ادي وضعها بمهاره وارضيه زاحفه على يمين ابراهيم فرج. التقدم برباعيه نظيفه حتى الان. 3 اهداف من ركله جزاء. سريع جدا وعنيف جدا على فريق بترول اسيوط. بنقرب مع حضراتكم 29 دقيقه احداث شوط ثاني، ربع الساعه الاخيره، التقدم ما زال لمصلحه الضيوف، الخطوره ما زالت لمصلحه الضيوف، والهدف الثاني لمصلحه الضيوف. مين اللي عملها؟ بوبا مونسوا. الراجل ده عنده تقدم ماشي، هجمات ماشي، اتحاد الشرطه ماشي، بوبا مونسوا يسجل الهدف الثاني، لابس طريق نخفه، بيغرف في ال 18 برجليه، شغال بدماغه، شغال. ما هي دي هديه طلعت يوسف، بقول لكم الراجل طلعت يوسف مواليد 21 فبراير، عيد ميلاده كان امبارح، اجمل هديه من لعبته. تغير السيناريو في الشوط الثاني، وهدف ثاني في نفس توقيت الهدف الاول يكاد يكون او قريب منه، سجل في الدقيقه 24 وبيسجل دلوقتي في الدقيقه 29 او 30، يعني منتصف الشوط الاول والربع ساعه الاخيره من الشوط الثاني.